بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قلوب الصائمين قلوب الصائمين من اعداد وتقديم فضيله الشيخ سعد ابا الناصر الشثري قلوب الصائمين من تنفيذ جمعان بن ناصر الجمعان قلوب الصائمين. الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان قلوب المؤمنين العقلاء تستشعر ان الله تعالى يراقبهم، قال تعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. وقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال يعلم السر وأخفى، وقال ألم يعلم بأن الله يرى، جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فقال له أوصني، فقال راقب الله، فقال الرجل وما مراقبة الله؟ قال أن تستحي من الله وكن أبداً كأنك ترى الله قال والأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور قال أعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنت هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن من انه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون، وضرب العلماء لهذا الواعظ الاكبر والزاجر الاعظم مثلا ليصير به كالمحسوس، فقالوا لو فرضنا ان ملكا قتالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكل شديد شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما. وسيافه قائم على رأسه والنطع مبسوط للقتل والسيف يقطر دما وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام يناله من بناته أو أزواجه وهو ينظر إليهم عالم أنه مطلع عليهم على عالم أنه مطلع عليه كلا لا يحصل ذلك بل تجد جميع الحاضرين يكونون خائفين وجله قلوبهم خاشعه عيونهم ساكنه جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك ولا شك ولله المثل الاعلى ان رب السماوات والارض جل وعلا اكثر علما واعظم مراقبه واشد بطشا واعظم عقوبه ونكالا من ذلك وحمى الله محارمه فاذا لاحظ الانسان الضعيف ان ربه جل وعلا ليس بغائب عنه وانه مطلع على كل ما يقول ويفعل وما ينوي لان قلبه وخشي الله تعالى واحسن عمله لله ومن اسرار هذه الموعظه الكبرى ان الله تبارك وتعالى صرح بالحكمه التي خلق الخلق من اجلها وهي ان يبتليهم ويختبرهم ايهم احسن عملا، ولم يقل ايهم اكثر عملا، فالابتلاء في احسان العمل، كما قال: وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ولا شك ان العاقل اذا علم ان الحكمه التي خلقت هذه الامور لاجلها هي ان يبتلى ان يختبر باحسان العمل فانه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصل الى نجاحه في هذا الاختبار ولهذا سال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بمحضر من الصحابه ليتعلموا منه فقال اخبرني عن الاحسان وهو الذي خلقت هذه المخلوقات لاجل الاختبار فيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الطريق الى ذلك هو هذا الواعظ والزاجر الاكبر الذي هو مراقبه الله تعالى والعلم بانه لا يخفى شيء عليه مما يفعل خلقه قال له الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وقال الله جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وقال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين فلا تغفل ايها العاقل عن مراقبه من لا يعزب عنه اصغر من مثقال ذره ولا تشبع ولا تمل من مراقبة الله فإنه تعالى لا يغفل عنها ينظر إليك ويطلع على ضميرك ويحصي عليك مثاقيل الذر وموازين الخردل حتى يجزيك بذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وينتك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما ويا ايها المؤمن اذا كنت في خلوتك عملت اعمالا فاذا حضرك صبي اقلعت عن فعلك واحسنت جلوسك حياء منه فما حالك اذا اطلع عليك امير او كبير فكيف اذا اطلع عليك ملك الملوك الذي يتصرف في الكون كيف يشاء. فراقب الله أيها العاقل في جميع حركاتك وسكناتك وخطراتك ولحظاتك، واجعل عملك كله لله، الذي يقول: والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما، وفي قوله تعالى يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير قال ابن سعدي أي لطف في علمه حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار والمقصود من هذا الحث على مراقبه الله والعمل بطاعته مهما امكن والترهيب من عمل القبيح قل او كثر وقال بعضهم من اتقى الله في ظاهره عن تناول الشبهات واصلح باطنه بدوام مراقبه الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقيل لاحدهم متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكه فقال اذا علم ان عليه رقيبا وقال الامام الشافعي رحمه الله صبرا جميلا ما اقرب الفرج من راقب الله في الامور نجا ومن صدق الله لم ينله اذى ومن رجاه يكون حيث رجا وقال عمر بن عبد العزيز ومن الناس من يعيش شقيا جيفه الليل غافل اليقظه فإذا كان ذا حياء ودين راقب الله واتقى الحفظة إنما الناس سائر ومقيم والذي سار للمقيم غضة قال ابن القيم مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته والمراقبة هي التعبد لله باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير فمن عقل هذه الاسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبه وقال المراقبه دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله سبحانه على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبه وهي ثمره علمه بان الله سبحانه رقيب عليه ناظر اليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظه وكل نفس وكل طرفه عين والذي يدفع العبد الى ان يستشعر مراقبه الله له امور عديده منها أولا أن الله لا يخفى عليه شيء وقد وكل بالعبد ملائكة يرصدون عليه جميع أقواله وأعماله ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وثانيها عظم اجر المؤمن باستشعاره لمراقبه الله فمراقبه الله اكثر ثوابا من قيام الليل وصيام النهار وانفاق المال في سبيل الله وثالثها ان مراقبه الله ينتج عنها الاقدام على الطاعات وترك الخطايا والسيئات والندم والتوبه على ما وقع من العبد من زلل قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ورابعها ان العاقبه الحميده في الدنيا والاخره مربوطه بمراقبه الله، فمن راقب الله حفظه الله، ومن اضمر خلافه خذله الله، والله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، ولسنا مع ذلك نأمن من حوادث الأمور وبغتات الأجل. فيا أيها المؤمن، اعلم أن مراقبتك لله من أعظم أعمالك الصالحة، ومن أعظم ما يقربك إلى الله، ومن أعظم ما يجعلك تأمن من معاصي الله، ويجعلك تقدم على التوبه الى الله ويجعل الشياطين تبتعد عنك باذن الله اسال الله جل وعلا ان يجعل في قلوبنا جميعا مراقبته اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم نراقبك في جميع اعمالنا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.